برا سيدي، السلام عليكم والسلام على رجال تونس الأحرار، رجال نتاع تونس. سيدي السلام عليكم، أنا راني ولد حومة عربي يقولوا احنا كيفي كيفي هاي تونس. والموضوع باش نحكيه توا راهو موضوع أنا متأكد فما 70-80% من الشعب التونسي راهو باش يفهمني فيه على الأخر على الأخر على الأخر، خاطر الزواولة هي باش تفهمني فيه الموضوع هذا. أنا خويا مواطن بالخارج، ما نقيمش في تونس، عندي دارنا، عندي بابا مسن 82 سنة، تنوريكم تصويرته، راجل كبير مريض مزمن ما يوصلش حتى 48 كيلو، فهمت؟ عندي الوالدة مريضة كيف كيف، عندي أخوتي زوج بنات، يتعرضوا السنة هذا في 2019 نهار 11 ديسمبر خويا، يتعرضوا خويا للضرب، تدخل عليهم خويا العباد للدار، هذا الوالد، باش نوريكم تصويرة الوالد. باش تقولوا لي انتم من بعد باش نحب نفهم حاجه، انا من بعد نحب نفسرها، نحب نفهم الحاجه هذه. هذا الولد هاك تشوف فيه، الناس كل قاعده تشوف فيه، وركزوا لي معاه، ها الانسان هذاك هاك تشوف فيه في 48 كيلو ما فيهوش. نهار 11 ديسمبر خويا عندي طليقتي تجيب ناس خويا تدخل على دارنا خويا، تضرب لي بنات اخوتي، تحب تهز لي ولدي بالسيف. عندها قانون من المحكمه، عندها حكم من المحكمه، طاي شتو جات خويا باش تنفذ القوة. صارت مشكلة، فما جيران، نحن نسكن وحدنا دارنا ودار بابا وحدنا، كل واحد في شارع، ما عندناش جيران. فما شكون قابلنا قهوة في الرومبوا كياس مغادي، يعرفوني الناس اللي يعرفوني أنا، يعرفوا دارنا، يعرف في اللي نحكي فيه أنا تو، يسمع مولا القهوة، يسمع برشا عياط وصيح، بما أنه يعرفني كل شيء خرج يجري يقول لك دراش فما في دارهم، يسخايب الوالد توفى، أختي توفيت، أمي توفيت، حاجة لطف عليهم. خرج يجري يلقى خويا كهرباء تحت القندره محطوطه، ما لقاش كهرباء معناها في قدام الباب تاع الدار، ويلقى خويا عركه قدام الدار، يضربوا البنات اخوتي طاف طاف، مشى هو بدا يحس فيهم، خافوا ثلاثة نساء وراجل يضربوا لي في دارنا، هزوا رواحهم طلعوا في الكهرباء، صورتهم اختي قلت طالعين في الكهرباء الصغيره وهي مضروبه، هزوا رواحهم خويا طلعوا المركز نتاع رادس، مشاو يجريوا المركز نتاع رادس للمدينه، يلقاو البحاث اللي هو مساعد رئيس المركز اللي انا باش نسميه اخر حاجه، باش نخليه له سيسبانس، باش نقول له القزر اللي مليح في عيني، راهي العمليه اللي تعمل فيها مش بتاع رجال، راك ما عملت عمله مش تاع رجال، خاطر الراجل المتربي راه ما يعملش الشيء هذايا على خاطر عنده والديه، فهمني؟ ما عنيناش. قالوا ماي في بالي بيه الموضوع، ادخل ادخل داخل هم جايين، جاو الاخرين وان بار بايا ساعه، جاو الاخرين طلعوا المركز، بتبيعه فل هربوه ما دخلوش معاهم المركز. دخلوا المركز يعمل كيك العادة، دخلوا يسبوا فيهم وكل شيء، هو قاعد يتفرج، أختي تعملوا له يسبوا فينا، قال سكر فمك أنت ولا أكثر عليها، سكر رب فمك ولا شيء. ومن بعد في الأخر هزم خويا قال باش تصير لي الشوشة، تعال يا شيخ أنتم زوز، دخل بنات أختي لداخل المركز الرئيسي كل تعرف وين البيرو تاع بطاقات التعريف، سكر عليهم باب، حطهم في بيرو، سكر عليهم الباب. إيش معناها سكر عليهم باب؟ معناها احتجزهم غاديك بلغة أخرى، راهو احتجزهم لا أكثر لا أقل. سكر عليهم باب هما على اساس سكر عليهم باب، وشد الاخرين باش يبحثهم باش يسمعهم في سماعات مش عارف هكاك، يمكن اربع دراج نص ساعه نص ساعه هما الداخل، يطلب الوالد، يطلب الوالد بالتليفون، اجروري بعد ما فاق من الدوخه، اجروري راهم خطفوا 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 ولدي، خطفوا لي ولدي انا. خرجوا يجريوا رئيس المركز ولا يعيط عليهم هو ودراجتي وسدوا بلايسكم. صار اللي صار في الاخر، بكون نلقى بابا خويا توا متعدي، بابا تبادل عنف، هذاك تبادل عنف واقتحام محل، حطوها لهم مش عارف كيفاش، قلت له اخرج اعمل معايا معاينة للدار، باب فيه مكسر ما حبش، خرجوا عند المنفذ وهاي تصور خويا، وهاي المعاينة بتاع عند المنفذ يعملوا المعاينة للدار. حاجة الأولى برا يا زمان ويا زمان، خزرت هي قالت لي احنا نهار ما نتوقفوا، شفتوا قالت لي اللي صحح في المحكمة باش يبعث العباد الحبس ويخرجها، راهو عندي، راهو عندي، راهو قريبنا، وراهو يسكن بحذانا في الزون نتاعنا. احنا قلنا كلام نتاع نساء هذايا نتاع بابير، نعرفوها الحكايات هذايا. يا اخي بدات الامور توضح خويا، بدات الامور توا قاعدة، راهي الامور بدات توضح. في المركز ما فضلتش عليكم، خلطت الوالد بعد ما فما هذاك مولا القهوة اللي حكيت لكم عليه، خرج يجري شاف يلقى بنت اختي، فهمتني ولا؟
في الكياس تجري هي وطفل الاخر، طفل الاخر صاحبنا زاد من الحومه متعدي يعمل كي يلقى بنت اختي في الكياس تجري بايل على روحها طفل عمرها 10 سنين خويا في وسط الكراهب شعرها اللي ماتت ترعش الكل خاطفينها شادينها وبابا خرج دايخ في الدار يعيط يعمل لهم وين وين روح خطفوا الولد وهما اش عملوا سيد سي نائب رئيس المركز هذا يا ربي يفضلوا فهمتني ولا يشدهم يسكر عليهم هم ويبعث الاخرين يرجعوا قال لهم مش في دار امه في دار اخته يكسروا الباب على بابا خويا ويدخلوا يضربوه وكل شيء وشافوه معناها حط الكهرباء بحد الدار حط الكهرباء على الدار وطلعوا يجري وطفل هو اللي خطف لي ولدي والاخرين واقفين بحد الكهرباء طلعوا يجري في الكهرباء ومشاو مشيت الشهود الزوز مشاو للمركز ثلاثة ايام هم مشوا فيهم في المركز حزين وخلطت الولد وخلطت بنت اختي وكل شيء قال لهم الصغار ما ندخلوهمش لا حب يذكر لهم في المحضر كيفاش ولدي تختف قال لهم هزت ولدها قالوا له يدي راه كسرت قال لهم هزت ولدها وبدا يكفر عليهم باهي بنتي قتلوا مضروب وخسرها طايحة على راسها دزها على الحيط وخسرها الطفلة بالة وتعيط وداخلة معاه قالها الصغار ما يدخلوش في المواضيع هذه ولدها اللي هي ديجا تعيشته ولدها اللي خليته وهربت ايه لفرنسا ولدها اللي هي ديجا تعيشته وهاي في جدو موفمون تاعها خويا تعيشته 8 شهور خويا وولات بعد جيت ياخذ فيها هاي في جدو موفمون باش نحي الاسامي كالعاده وكالريق هذا وهاي التاريخ من نهار 5 هاي من نهار 5 هكايا مش باين حتى شيء نتصور من نهار 5 لنهار قداش هاي كهي اوكي تايشة ولدها مش لوج على الوراق ما يهمنيش فيها ربي معاه اما كي رجعت خويا ما تعمليش الشيء هذايا في دارنا مش على خاطر هي متكي على سي فلان اللي صحح هذايا فهمت يا سي فلان راني عارف انا شكون سي فلان هذا نبدا واضحين الناس الكل غير بركة واحد ما يحبش يبدا يهز وينفض وما يحبش يحفر قبره بيدو بالك حتى سي فلان يبدا في بالوش بالك اللي يخدموا مع سي فلان على خاطر كلهم كلها ولاد سكتير واحد انا بالنسبه لي انا عادي تو يدنهم كيما كلهم يعني ليش يعدوها قضية خويا اقتحام محل وتبادل العنف جينا نثبتوا هبلنا شنو هي الحكايه المحامي قال لهم فما لبس في الموضوع شنو قالوا لرئيس المحكمه قالوا ترجع القضيه رجعوها المحكمة يرجعوها خويا المركز الشرطه العدليه بحمل الف رجعت كلبوهم الشرطه العدليه بحمل الف مشينا انا كنت غادي تواجدت غاديكا قالوا لي سي بون خذينا اقوالهم واحنا باش ناخذوا اقوالكم انتوما وقضوا به مكافحة والحكاية هذية خاطر المكافحة الأولانية أنا شكيت فيها ما جابوش فيها الشهود خويا فهمني قلت له به مش مشكل قال لي ليه راهي في صالحكم المكافحة كيما تصيرش راهو في صالحكم قلت له سي محمد هذا ولا سي فلان اللي ولا سي زايد هذا اللي احتجاز دارنا وينه قال لي راهو بحث ليه وما يحبش يكافح زاد سي بو قال لي راهو في صالحكم قلت له سي بو يرحم والديكم خويا خدمتو خدمتكم في بالي بحال شيء رجعت للنيابة خويا النيابة يعمل كي يحفظها ديريكت جيت نثبت خويا بعد شنقاه خويا هاي النيابة كي بعثت خويا هاي الورقة شفيها هاو عدد القضية يا سيد وزير العدل عدد القضية عدد المحضر 57928 على 2019 وشوف اش كاتب النيابة العمومية شوف اش كاتب القاضي المرسل إليه فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف للبحث مع ضرورة سماع الشهود العارضة الشهود وين؟ الشهود اللي بعث لك عليهم وكل الجمهورية ولا القاضي باش تعاود تبحثهم مش بيكم ما بحثتوهمش مش بيكم وانت يا سيد القاضي ولا يا سيد اللي تصحح ولا شكونك انت كي انت رجع لك الملف من غير شهادة الشهود علاش تقبل فيه وعلاش تحفظ فيه ولا ديما تعلى وتمشي تحفظ وديما تمشي معنينيش انا بدي وقتها يشك في بدي يدخل يشك اللي عندها شكون ابارمون المرأة عندها شكون وكلامها صحيح وقالت لك نهار ما نتوقفوش مشينا هكاكا قلنا لهم بيه بنت اختنا احنا الطفله قاعده تعالج من صارت لنا المشكله هزيناها لشار نيكول من غدوه خاطر ما تلاهوش بها مضروب على راسها زوها لشار نيكول من شار نيكول الطبيبه تعطيها جواب للرازي ديريكت تضرب 8 شهور تعالج في سبيطار الرازي وهو الرابور ميديكال وفي الرابور ميديكال وفي الشهاده الطبيه نتاع بنت اختي خويا محطوطه بار ديتاي اللي هي تعرضت الاقتحام محل اغريسيون دخلوا عليها وضربونها بوها وضربوها وخطفوا لها خوها محطوطة في خوها ومحطوطة خطفوا لها خوها والطفلة ترعبت مال انا ولدي كيفاش ولدي مريض انا تو واكثر بروف اللي ولدي تخطف باش نحكيها لكم هاي المعاينة تاع عبد المنفذ قال لهم نستلمه ما استلموهوش كي انت ما استلمتش ولدك اش باش تعمل يا مدام ترجع للنيابة العمومية هذا يا سيد وزير العدل
يا سيد وكيل النيابة العمومي، نحكي معاكم توا انا مواطن راني صايي. كي انت انسان ما عطاكش عاد المنفذ بلغ يمشي روح روح تقول لك هي ما نعطيكش، شو تعمل انت؟ ترجع النيابة العمومية، النيابة العمومية تحل فيها محضر وتبعثها للشرطة، والشرطة يستدعاهم وباستدعاء رسمي ويسلموها الطفل عن طريق محضر تسليم. هذا كل ما فماش. وهي خمسة معاينات بعد ذلك، انا قعدت شهرين ونص ولدي ما نعرفش عليه، لا حي لا ميت. خمسة ولا ستة معاينات هما متاع محاولات تنفيذ، نمشي نشكي في حملنف، نشكي في فوشيان، ونشكي في بلايس الكل. هذه الأولى. هذه الثانية هذوما كلهم قضايف وفرار بالمحذون. على فكرة هي محكومة قبل، عندها حكم ستة شهور، وأنا مشيت وقتها وسمعت قلت له صايب علينا، راهي أم ولدي ما نحبش نهار آخر هكا باش يصير. تقعد خويا ستة شهرين ونص وأنا ولدي ما نعرفش عليه وين. نمشي لسيد وكيل الجمهورية باش نقابله، ما يقابلنيش. نتلف نلقاها هي دز الباب وتدخل. فسروا لي أنا هذايا. اليوم تحضر سيرتيفيكا بتاع بنت أختي، قالونا تعملوا شكاية في حق قاسر. هاي شكاية في حق قاسر، هاي تقراوا ولا شكاية في حق قاسر، هاي الفوق كي حضر سيرتيفيكا. وين يوجهنا؟ وين نتوجهوا خويا؟ نتوجهوا لأقوى فرقة في تونس، فرقة مقاومة الإرهاب وفرقة مقاومة الإجرام تاع الحرس اللي في بحذا فارماسي سنترال في بن عروس، من أقوى الفرق اللي تبحث. الفرقة ذي خويا كي مشينا نبحثوا فيها قالوا لهم كيفاش وكيفاش، كي بداو يبحثوا استغربوا، قالوا شنو هي الحكايه هذه تحكيوا فيها؟ فاتكم بحاجه انا قبلها، انا شكيت قلت لكم بديت نشك فيها. جبت المحضر، مشيت المحامي قلت له اعطيني نسخه من المحضر، حتى هو اللي يجي نثبت في شهاده الشهود سنلقاه سي البحاث، سي الراجل هذا سي البحاث مغير لهم شهادتهم كومبليتمون، قال راهم متعدين لقاو مشاده كلاميه نتاع نساء. قالوا لي مشيت لهم انا قلت لهم يا اخي هكا انتم، قالوا لي ما صارش منه الحديث هذا، شنية احنا نجمو نعمل؟ قلت لهم سهلة برشا، تمشيو تعملوا ادلاء بشهادة وتجيبوهم. مشاو خويا عملوا ادلاء بشهادة، هاي كل واحد عمل ادلاء بشهادة. الاولاني خويا ما نحبش نحط الاسامي، والثاني الاولاني قال انا حضرت في العركة كما حكيت لكم، خرجت حزيتهم مشاو هربوا في الكهرباء، ومن بعد نشوف الكهرباء ونشوف الشاهد الثاني شاد بنت اختك، خرجت نجري فيها في كياس شديتهم وهم طلعوا في الكهرباء ويجريوا وشوف فيها، ومشاو اتجهوا نحو اتجاه رادس لهنا. نظن هنا وفات عيطوا الشهود، الحرس فرقة الحرس يرحم والده، خدموا خدمة نتاع ناس بروفيسيونيل. قال لك ليه الامر مستغرب خويا، وبعثوا للمركز جابوا المحضر كامل. كي جابوا المحضر كامل يلقاو الشهاده مبدله تاع شهود، عيطوا للشهود، الشهود مشاو للحرس خويا، قال لهم شنو اللي صار نهارتها؟ قالوا كذا 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 كذا، وانت كذا كذا متاكد؟ قال لهم متاكد. نوقف قالوا انا هذا نموت، كلامي هذا راهو بيني وبين ربي، مستعد تواجه؟ قالوا نواجه ونكافح. يعيطوا الاطراف الاخرين يسمعوهم نفس الحكايه، راهو حبوا يحكيوا حكايه اللي هما قابلوا بابا في الشارع هزوا الاولاد مشاو، كانوا من طابخين هكاك، راهو كان ما جبتش انا المعاينه نتاع الباب هاي عملناها احنا، راه ما عملتهاش الشرطه، راه يا سيد وزير الداخليه. صار الموضوع هذا يا خويا، حرس خدمه المحضر هذا خدموه ستة شهور وما يخدموا فيه خويا، ستة شهور خدموه فيه المعاينات نتاعي انا في عدم تنفيذ اللي ستة قضايا في فرار بالمحظور، ستة قضايا في فرار بالمحظور، فيه المعاينات نتاع الباب، فيه الكاميرا هاي عندي في التليفون هذا، ومن بعد نوريها لكم، فيه السيرتيفيكا، فيه السيرتيفيكا نتاع بابا نتاع بلاد هذا نتاع بنت اختي، فيها 8 شهور من سبيطار رازي خويا، فاهم؟ سبيطار رازي في حق قاصر عمرها 10 سنين، السيرتيفيكا نتاع بابا فيها 7 ايام. سيرتيفيكا تاع اختي الاخرى فيها 7 ايام، سيرتيفيكا تاع اختي الاخرى فيها 7 ايام، وعندها سيرتيفيكا اخرى اوليه تاع العينين وتاع الراس فيها 12 يوم، اللي هي القانون التونسي يقول لك 11 يوم الانسان هذاك يتوقف، مي كي تلعب تلعبه مع الشهود وتبدلت المحاضر الور لا ما يتوقفوش. لكن هذا كل ما يهمناش فيه، كي وصلت بواصلها اخويا ومشينا والحرس خدموا خدمتهم وطبوا وحطوا الحرس، شفت الخدمه هذه كلها، زادوا خويا يجبدوا لهم تليفوناتهم نهارتها وين تحركت بالضبط، معناها ثبتوا عليهم القضية 100%. يعمل هكا وجابوا الشهود نهار المكافحة، قالوا لهم تجيبوا باش تكافحوا، مشيو تاع
دخلوا شيء هذولين قالوا تتعرف على اطراف قالوا شكون قالوا هذه شفتها وهذه شفتها وهذه شفتها وهذا اللي هرب الولايات والبحاث ما جاش كالعاده هرب دخلوا شيء ثاني كيف كيف قالوا هذه 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 وهذا اللي هرب الولايات صح صح لهنا انتوما يا عباد الله فسروا لي انا اش نحكي فسروا لي افهموني انا اش نحكي انا عارف راه فهموا برشا ناس باش تفهمني كي انت صاير هذا كله معاك يا سيد وكل الجمهوريه ويجيك تليفون وفيه سيرتيفيكا في حق قاصد بثمانية شهور سيرتيفيكويات العباد ومش عارف شنو وموا 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 تحل فيها قضيه فيها لا اخو سيد وكيل الجمهوريه المحامي نتاعي مازال ما دخلش عليه بالنيابه في الباب يحكي لي مفهمه في يدو عليه بالنيابه وهو جاب الملف باش يدخلوا الموقفين هو مازال داخل الموقوفه الاولى دخلت الثانيه والمحامي داخل وهو قال تحفظ القضيه تحفظ القضيه سكر حتى على من نيابه ما عطيناهوش يا سيد وزير العدل كي تقول لي هي راني انا عندي اللي صحح واللي خرج واللي دخل هكايا تولي الحكايه واضحه حاجه اخرى خويا حاجه اخرى باش نوريك لي انا راني بديت نشك في برشا حاجات انا خويا تعرضت لتهديد وحكيت لكم بالضبط تعرضت لتهديد خويا في التليفون في الميسنجر وتليفون وسبيت انا ودارنا واخوتي وتهديد وتهديد جي نضربوك ونعملوا لك جي لولدك حملف نضربوك ونعملوا لك وما فرقكم مش عارف شنو واخوتي بدات كيف كيف وصلتهم ميساجات باش تعرفوا لكم الرجال ونوريكم ومش عارف شنو مشينا خويا عملنا معاينات عن طريق عدل المنافذ رفعنا قضية سهل يضربوا 6 شهور ولا 5 شهور راقدين عند النيابه من بعد نضربوا 5 6 شهور راقدين عند النيابه يرجعهم النيابه ترجعهم وين خويا ترجعهم للمركز تقول لهم شنو شتي على اللي قالها شفتي على اللي قال شفتي على اللي قال قالهم يا خويا يرجع باش تظهروا بهويه المدعو فلان فلتين هويه المدعو يا مش عارف انا شكون باش نتكلم تو ولا شكون هويه المدعو هو كي يقلب الورقه هكا ويكتب وكاتب عليها هكا هويه لهلا محطوط ناقص كان نمرو ناقص كان نمرو صباط السيد اسمه عرابه اسم امه واسم ابوه عرابه وتاريخ ميلاده ونور بيت قريف ولا دريسه بعيني نشوف فيهم هما بين المفرق قال لي شنو الحكايه هذه انا سافرت من هنا ثلاثة ايام رجعها تحفظت نتاعي نتاع اختي قال لك فيهاش ادل مشيت للمحاميه هزت خويا الورقات اللي عندها الكل هزتهم معاينات قد تفضل راهو عندنا الشكوى هذيا علاش حفظتها وعندي المعاينات قال خليها معاينات عندي راكم توا عنده في المحكمة التوا الفوق عند سيد وكيل الجمهورية المعاينات ونطلب من وكيل السيد وكيل الجمهورية يرحم والديكم اسرعوا لي فيها الملف نتاعي شوية لليوم خويا ما خذيناش نسخة من المحضر باش نشوفوه باش نشوف شنو اللي فهم بالك واحد في المحكمة غاديك خويا نحاش ورقة بالك يطيحوش ورقة هما جايبينها قولوا طيحوهاش فهم اما مش طايحوا من الدوسي نتاعي وطايحوا من الدوسي تاع اختي كاعو محكمه كامله بعد ما يرقدوا 5 شهور لليوم خويا المحضر ما خديناهوش حاصل الشكايه مازالت عند مازالت باش ناخذوا نسخه منه عملنا فيها مطلب عن طريق محاميه وخلص عليها فلوس ودرا شنو مازلنا خي عندنا كان المحاضر هذوما خويا اعطيني نتاعي حاجه اخرى خويا انا عندي 6 قضايا في الثيران بالمحظور 6 مرفوعين من 2020 فيفري 2020 6 واحده بعد واحده واحده بعد واحده السته ما فماش ريحتهم بالمحكمة تسأل وتسأل يقول لك مازالوا عند النيابة شنو الخوار هذا وين تحبوا توصلون من هنا باش نحكي لكم حكاية أخي واحد معناها لما تنطقوه معناها اللي عنده شكون يصحح يا شكون اللي يصحح هذا أنا نعرف وراه هو يعرف اللي قاعد يصحح واللي يخدموا مع اللي يصحح اللي يبدا عنده هذوكم معناها هذه راهي قضية خطيرة، تعرف معناها قضايا خطيرة؟ راني تتفرجوا حقا، شنو نقول لكم حاجة، الناس كلها تتفرج على باج بسام باشا بتاريخ 22 فيفري وتتفرجوا فيها حلقة كاملة وتدخل معايا أنا محامين من حقوق الإنسان، كي نحكي في الموضوع هذا قالوا لي خويا راك تحكي في جرائم خطيرة، قلت لهم إيفيكتيفمون هذاك علاش هي عندها شكون تعمل الجرائم الخطيرة؟ أما احنا الزواولة الشعب التونسي خويا كي يبدا واحد ما عنده حتى حد يدخل عليه لدارهم يا خويا باش تحكي لك حكايه من الاخر اعطوني المشرع التونسي شي يقول في القوانين هذي واحد يدخل على واحد للدار يضرب ويكسر ويخطف ويضر طفله صغيره قاصر
ومن بعد تعدي له اقتحام محل وباش تعطيه سرسي ولا باش تعطيه اختيه. كان هذا القانون شي يقول قولونا اخوي فما قانون اعطوني حقي ما طلبت حتى شيء. وانا راني شوف شفتوا انا عوذ بالله من كلمتين عندي حقي ما يخذولي كان ربي سبحانه وتعالى. حبس نمشي للحبس على حقي باش نموت على حقي راني نموت على حقي. واحنا وانا واحد بالناس راني نتكلم اكيه على خاطر الحق معايا 2000 بالساعة. يا سيد وزير العدل يرحم والديك كان تسمع فيا تعاود تبث لي خويا وتشوف لنا القضايا نتاعنا ولا تحيطهم لي تحيلهم لي على محكمة أخرى. سايبني محكمة بن عروس ابعثني محكمة حتى جربة نمشي بن عروس سايبني منه. يا سيد وزير الداخلية يرحم والديك خذ لي إجراء راهو عيب تبدل الأقوال متاع العباد والظالم تردوه مظلوم. وهذه مش قضية صغيرة هذه مش واحد سرق الواحد نعجة وشي بشي يعمل له محضر وشي بشي ترفك شي أخو لا لا هذه راهي راجل كبير عمره 82 سنة مريض راهو طفل صغير تختف راهو منعرفش عليه ولدي توا مريض مش مريض شنو صارت له كومبليكس راهي طفلة صغيرة عندها توا تتعالجنا في سبيطار الراجل اليوم الغدوة. راهي عباد ما عادش تخاف من ربي يا سيد وزير الداخلية. راهو السيد هذا اليوم عمل لك ايه مازال مساعد رئيس مركز غدوة الحي يولي رئيس منطقة شي عمل هذا يولي يفك متاع العباد جملة هذا راهو. وبالنسبة لمندوبية الطفولة وحقوق الطفولة باللي تلهونا بمندوبية حقوق الطفولة متاع المدينة راهو فيها برشا خور خاطر كي مشينا لها وحكينا لها وحكينا قلنا لها كانت قضية في القضاء يلا قضية لا حقا ما نسيت ما قلت لكمش وين هاي التعلة اللي عملوها كي تحضر قالوا ليه خاطر محلولة قضية قبل وين محلولة القضية خويا متي أنا بتعطيك العدد متيحة متاع الدار سيد وزير العدل حبك تشوفها وحدك قضية دارنا احنا 1962 على 2019 كي تلقى بنت أختي محطوطة ولا ولدي محطوط في القضية وتشوف الأبحاث متيحهم واطلب عينة الله يرحم والديك اطلب عينة من عند فرقة الحرس تاع مكافحة الإجرام والإرهاب واطلب عينة من ملف نخدموه وشوف كي تلقاهم انت بنت اختي متحالة فيه الموضوع احنا الشكاية متاعنا راهي في حق قاصر راهي في حق قاصر راهي امها شكيت في حق قاصر راهي ما شكيتش في حقها راهو حقنا نجيبوه احنا راهي قاصر هذيك راهي بنت الدولة وانت يا مندوب متاع طفولة ومش عارف طفولة فيق على روحك شوية وكون راجل اكي ونحبك تتحرك معناها تحسبهم الصغار هذوكم ولادك رانا حاطينهم هذوكم امانه عندك انت راك تكون انت يمين عليهم فيق. وبالنسبه من المنبر هذا نكون وصلت ميساجي نحب بجاه ربي اي واحد يجي قدام الفيديو هذا يبارطاجيه اي واحد يعرف سواء وزير الداخليه سواء وزير العدل سواء الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتونس ولا المندوب الجهوي الكبير مش عارف فين يسميوه بجاه ربي وصلوا له الموضوع متاعي والعديد متاع القضايا كلهم راهم عندي والعديد كلها راهي عندي وانا نحب نقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد طرفك اولهم. شوف راهو قلت لك الموضوع رجعته رئيس محكمة فهم لي فما لبس قال لهم ترجعوه لفرقة العدالة نتاع حملنلف يا اخي يعطيكم الصحة بصراحة يعطيه الصحة عرفتني ما فهمتني وفاء لا المكافحة في ما عملوش في صالحكم وهي شنية الحكاية كلها يا هاي قال لهم مع ضرورة السماع للشهود ضرورة السماع كي يدي وهذه من عندهم هما وانا نستغرب من النيابة العمومية كيفاش تبعث هي تقول مع ضرورة سماع الشهود ويرجع لها ملف ما فيهوش سماع الشهود وتحفظوا وتجي تحفظ لي هذايا تاع الحرس تعلت لي قضية منشورة معلم قضية منشورة راهي حاتين بابا ضرب العباد راكم حاطيتوه تبادل عنف الراجل هذاك راك راهو بابا توقف في الجيار راهي العباد هذيا خويا العباد هذيا خويا راهي بالفم والملاك تقول راهو عندي شكون في المحكمة هما نولوا راهو كي تولي الحكاية هذا باش يضرب هذا العدي وتبادل عنف
هذا توقفوا في الجيار، هذا ما تحشموش على رواحكم، احشموا احشموا احشموا، راه الناس تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، احشموا راكم مازلتوا ما نعرفش ما كونوش مسلمين. عندي انا مش نقول مازلتوا مسلمين، بالنسبه لي انا الاسلام نشوف فيه لهنا حقك تاخذه. قضيه كبيره كيما هذايا، وكيما قلت لكم بالله الناس كل تتفرج على بسام باشا نهار 22 تسمع المحامي ايش يحكي. المحامي قال لي بالنسبه للعون، العون هذاك قال لي يوصل حتى ل 20 سنه حبس، قال لي هذاك. بالنسبه للاخرين قال لي فما كيما عملوا الحرس، الحرس عدوها تحويل وجهه قاصر، اختطاف قاصر وعنف شديد فهمتني، ولا على الدار واقتحام منزل. وانا خويا هاني وصلت ميساجي، ويرحم والديكم الناس كل تبارتاجي، يا سيد وزير العدل، يا سيد وكيل النيابه العام، محكمه الاستئناف في تونس، يا مندوب الجهوي للطفوله، شوفونا حل. واي واحد عنده حل، وانا ماذا بيا حتى الملفات نتاعي كل نخرجها من محكمه بن عروس، يرحم والديكم. المراه تتهدد فيا وتقول لي نهار ما شدوهوش، وعندنا شكون، وعندنا شكون اللي يصحوا يدخلوا ويخرجوا للحبس. ايفيكتيفمون وليت نشوف فيها الحكايه هذيا بالرسمي وبالاتضاح الحكايه، اش معناها انت ملف كامل هذاك الكل فيه اكثر من 100 باج مدوه للحرس الملف، ما تحلش ملف محامي مازال ما عطاش علمني، مازال ما تخلش يعطي تحفظ تحفظ شبقية التعهد. انا تعهد وين بنت اختي في القضيه هذه؟ شكوى في حق قاصر راه. اما الحق حاب نقول لكم حاجه، راهو الحق يبان، الحق راهو يبان، مضى حق وراه طالب، وانا مش طالب، انا اكثر من طالب. والسلام عليكم. يا سيد وزير الداخلية، يا سيد وزير العدل، يا سيد الوكيل العام بالمحكمة محكمة الاستئناف بتونس، يرحم والديكم يرحم والديكم يرحم والديكم. شوفونا المهزلة هذه قاعدة تصير معانا. وبالنسبة للملف ونطلب منكم حاجة برك، تجبدوا لي الملفات نتاعي وثبتوهم لي، وعندكم تنجموا تترجعوا فرقة الحرس في ملف عدد 10676 على 2020 اللي تحال نهار 3/9/2020، ومن بعد تواجه بالمحضر بتاريخ 15/6/2020 23/22/2020. الله يرحم والديكم. الملف عدد 10676 في منطقة مقاومة الإجرام والإرهاب بالحرس الوطني بمنطقة بن عروس، يرحم والديكم. والسلام عليكم.